بشأن هذا الموضوع تنضم إلينا عبر سكايب من عمان المستشارة القانونية في المرصد الأورو متوسطي لحقوق الإنسان الأستاذة إيناس زايد. مرحبا بك أستاذة إيناس. أهلا وسهلا بك دكتور سمير ومساء الخير لك ولجميع المشاهدين. أهلا بك. بداية، كيف يعني تنظرين إلى واقع المرأة؟ كيف تصفين هذا الواقع، واقع المرأة العراقية في ظل الظروف التي تعيشها؟ نعم، يعني حال المرأة العراقية اليوم لا يختلف عن حالها في الأعوام السابقة. العام الماضي كان فعليا هناك انتهاكات بحق المرأة العراقية، ولكن كانت هذه الانتهاكات من قبل قوات داعش، من قبل الميليشيات. كان هناك حالات احتجاز تعسفي وإساءة معاملة وتعذيب، وبالإضافة إلى الزواج القسري بحق النساء من قبل منتسبي داعش في العراق، بالإضافة إلى الميليشيات المسلحة هناك. كان هناك اغتصاب فعليا بحق العراقيات، وكان هناك يعني عنف ممارس بشتى انواعه من قبل الميليشيات وداعش، سواء كان ذلك في الحويجة او بابل او حتى في المناطق الاخرى التي كانت مسيطر عليها من قبل داعش. واليوم نتحدث عن ذات النساء وذات الانتهاكات، ولكن ممارسة من قبل اشخاص اخرين. اليوم النساء العراقيات معتقلات بتهم متعلقة بالارتباط بجماعات داعش، يتم عقابهم جماعيا لنسبتهن الى عوائل منتسبي داعش، ويعني النساء اللواتي يمكن ان نسميهم خارج المعتقلات والسجون هم فعليا محتجزات واطفالهم في المخيمات. نعم. أستاذة إيناس، إحصائية صادرة من مجلس القضاء سجلت ارتفاع نسبة الطلاق في العام الماضي إلى نسب وأرقام كبيرة، إلى أي مدى يمكن ربط ارتفاع هذه النسب بالحالة السياسية في العراق؟ نعم، يعني حالات الطلاق فعليا قد تعود إلى أسباب اجتماعية، ولكن بشكل عام لا يمكن أن نقول بأن العراق هو البيئة المناسبة للاستقرار العائلي والاستقرار الأسري. فعليا يعني التوتر الجاري في الوضع السياسي والوضع أيضا العسكري والأمني في العراق، هذا الأمر لا يهيئ الوضع لأي استقرار أسري على الإطلاق. لذلك يعني لا نستغرب وجود نسبة كهذه في نسب الطلاق في العراق. ويعني هذه المسألة يعني يمكن أن نقول بأن جزء كبير منها يعود إلى الحالة السياسية السائدة في البلاد. وزارة التخطيط قالت إن عدد الأرامل في البلاد مئات الآلاف. إن كانت الحكومة في بغداد تحصي الأرقام، ما الذي قدمته الحكومة إلى النساء العراقيات؟ يعني فعليا هذه مأساة أخرى تضاف إلى مجموع المآسي التي تعاني منها المرأة العراقية. يعني النسوة اللواتي فقدن أزواجهن وأصبحن بلا معيل فعليا يواجهن يعني العديد من المصاعب لتأمين القوت لأطفالهن. يعني هؤلاء يعني لا يتلقين أي مساعدة من الحكومة، هن تحت خط الفقر فعليا، بالإضافة إلى أنه لا يوجد هناك يعني فرص عمل، أو أنه هناك صعوبة للوصول إلى مصدر رزق يمكن تلك يعني النسوة من العيش بكرامة، وهذا الأمر يعرضهم أيضا للاستغلال بالدرجة الأولى من قبل يعني المجتمع، من قبل المحيط الذي يعيشن فيه. لذلك يعني لابد من أيضا أن تقوم أو أن تولي الحكومة العراقية الأولوية لهؤلاء الأرامل اللواتي فقدنا أزواجهن في النزاع المسلح. من وجهة نظرك، يعني الحالة الاقتصادية في العراق والتي يعزوها البعض إلى الفساد بسبب الحكومة، إلى أي مدى أثر في سوء أوضاع المرأة؟ بالتأكيد أن العامل المادي أو العامل الاقتصادي له دور كبير في تردي الأوضاع الإنسانية بشكل عام. نحن نتحدث الآن عن قسم كبير ونسبة كبيرة من المجتمع العراقي ككل، ومن ضمنه النساء العراقيات اللواتي يفتقرن إلى المقومات الأساسية للحياة. هناك افتقار للمسكن، للطعام، وأيضا للمواد أو المواد الصحية أو الأدوية. هذه الأمور كلها تردي يعني أو تجعل الأمور أو الأوضاع في تردي وسوء مستمر. يعني لابد ايضا من ان تقوم الحكومه العراقيه بالتحرك لايجاد الحلول لهؤلاء الاشخاص الذين هم تحت خط الفقر والذين يعانون الان بسبب نقص المواد الاساسيه التي تساعدهم بالعيش بكرامه. نعم، عبر الهاتف من عمان المستشاره القانونيه في المرصد الاورو المتوسطي لحقوق الانسان الاستاذه ايناس زايد، شكرا لك.